يحكي أن في يوم من الأيام كان هناك صبي صغير يعيش بقرية بسيطة مع والدته، وكان منزل هذا الطفل يقع بالقرب من حقل واسع جميل يساعد والدته في زراعته والعناية به. وذات صباح ذهبت الأم والصبي سوياً للحقل لزراعة الفاكهة وحصادها والعناية بالنباتات والأشجار كعادتها. وبعد أن انتهوا من العمل في يوم طويل شاق ومجهد رجعوا لي منزلهم البسيطة، ولكنهم وجدوا كلبا صغيرا جالسا بجوار باب المنزل وتبدو عليه مظاهر التعب والإرهاق والجوع واضحة. فأسرع الفتي علي الفور واحضر للكلب ماء وطعام، وفعلا أكل الكلب وشرب من الماء حتى شبع، ولكنه ظل جالسا عند باب المنزل لا يبتعد أبدا. وهكذا يوما بعد يوم اعتاد الطفل علي أن يقوم بإحضار الطعام والشراب يوميا لهذا الكلب المسكين. وبعد فترة تحسنت حالة الكلب كثيرا واستعاد صحته وقوته، وظل يذهب في كل صباح مع ليمي وابنها للحقل وأصبح صديقا لهما. وفي يوم عطلة الفتي ذهب أخذ الكلب معه في نزهة وساروا معنا حتى وصلوا لطراف القرية بعيدا عن البيت. وبعد فترة من السير شعر الفتي بالتعب فجلس تحت شجرة يستريح قليلا في ظلها. وفي هذا الوقت كان الكلب يسير بخطوات بطيئة حول الشجرة، وانفه كان قريبا من الأرض ويبدو عليه أنه يشم رائحة شيء ما. وفجأة توقف الكلب وأخذ يحفر الأرض بسرعة ولهفة شديدة. تعجب الفتي من هذا المشهد واقترب من الكلب حتى يفهم ما يحدث، ولكن الكلب استمر في الحفر حتى أخرج ورقة كبيرة. أخذها الفتي وفتحها فوجد فيها خريطة تشرح مكان العثور علي الكنز المدفون في الصحراء. شعر الفتي بالسعادة البالغة لعثوره علي هذه الخريطة وقرر أن يذهب لمكان الكنز حتى يعثر عليه ويصبح ثريا. وبالفعل في صباح اليوم التالي اعتذر الفتي لوالدته عن الذهاب معها للحقل لأنه يشعر بالتعب والإرهاق. وبمجرد خروج والدته من المنزل أسرع مع الكلب وخرج معنا إلى الصحراء. ففتح الولد الخريطة حتى يعثر علي مكان الكنز، ولكن في نفس هذه اللحظة كانت هناك مجموعة من اللصوص يعلمون بأمر الكنز ويبحثونهم أيضا في الصحراء. وعندما رأوا الفتية والكلب ومعهم الخريطة اتفق اللصوص علي أن يختبئوا في مكان قريب حتى يراقبوا الفتية ويتركه ليعثر علي الكنز، ثم يهجمون عليه ويسرقوه منه. وبالفعل بعد مرور وقت قصير عثر الفتي علي مكان الكنز، فأخذ يحفر ويحفر حتى وجد صندوق كبير فتحه فوجد فيها مال وذهب ومجوهرات ثمينة. وعندها خرج اللصوص من مخبئهم وهجموا علي الفتي، لكن الكلب انقض عليهم في شجاعة فخافوا منه وهربوا مبتعدين. وعاد الفتي ومعه الكنز لمنزله، وعندما رجعت والدته من الحقل اخبرها بكل ما حدث ففرحت كثيرا، وعاشت هذه العائلة الصغيرة في سعادة وثراء. الحكمة من القصة: هذه القصة الرائعة تعلم الطفل أهمية الرفق بالحيوان ومساعدته وعمل الخير، لأن كل هذه الأمور تعود إليه في المستقبل. ولولا مساعدة الطفل للكلب في البداية لكانت مجموعة اللصوص قد هجمت عليه وأخذت منه الكنز، ولكنه عاش سعيدا مطمئنا مع كلبه بفضل رقة قلبه. فالكلب خير صديق وفي ومخلص.